مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الجزائري يا شيخ. وبديت عليك نولف راسي نسيتيني دقت قلبي. من وانا وصغيره يعني ابني متعوده تسمع التراث الجزائري والاغاني الجزائريه والراي الجزائري. بس انا يعني بسمع كثير بصراحه للشاب حسام. انت شو بتحب؟ كلمه عمري ولا جوطار؟ اغاني واعره بالزيف عن جد. عندك جواز سفر جزائري؟ طبعا، وانما القصه ليست مجرد باسبور. نعم، القصه بالقلب. انا دمي جزائري. لازم حسام يغني لي غنيه خطيره لانه انت خطيره وعملتي ضرب فيني. يا خطيره خطيره بنت بلادي خطيره. في حمله بتنعمل على السوشيال ميديا بهاشتاج البس جزائري في العيد. كل شيء حلو. رحنا لمنطقة تيبازا. نعم. تيبازا صح؟ تيبازا. نعم. بدي أقول خطيرة خطيرة للجزائرية ون لأنه هي واحدة من القنوات الرائدة. أنا عمري بحبك رب. كان منتقى الروح وكان مشاكل حب. السعادة اختيار. صح اختيار. لأن الأرواح تتلاقى في رحلة التغيير دائماً. والوطنية ما هي مجرد شعارات، الوطنية فعل. إحنا لا نقصد من يعلمنا، ولكن الرحلة تأخذنا إلى المعلم. إنه الدنيا كلها ملكت بيدي.